معانا الأستاذ الشحات الغتواري، رئيس مصلحة الجمارك. أهلا وسهلا بحضرتك. أتعرف منك بقى رقميا، أولا إحنا عندنا كام عربية محتجزة النهاردة في الموانئ؟ أهلا بالسادة المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك. الأرقام أكيد العربيات موجودة. المحتجزة في المواني هي مش ثابتة، يعني ممكن بتزيد بتقل. أنا أعطيك النهاردة عن عدد جه تاني زيادة، عدد جه تاني بعد كده، إنما هو كان وصل في مرحلة 18,000 ومرحلة 4,000 ومرحلة 2000، ده دلوقتي تقريبا كان آخر حاجة، آخر رقم كان 5,200 أو 5,250 5,200 عربية. ده حاليا، ٨٠٠٠ حاليا إنما زي ما حضرتك قلت 8 كده ولا غير، 5 يا فندم؟ معلش. لا كان خمسة أو خمسة ونص تقريبا اه كمان. خمسة أنا آلاف سمعت ميتين غلط. بس أنا زي ما قلت لك، هو الرصيد يوميا بيزيد وبيقل طبعا حسب طبعا الإدراك وارد وحسب اللي جه من بره وارد تاني. طبعا. إنما زي ما حضرتك بتقول كده، أنا دوت رئيس وزراء فعلا تمنى إن يبقى فيه إنفراجة ويبقى فيه إفراج طيب لكل توكيل عن يعني كمية معينة حسب تعاقده وحسب المتاح، بحيث يبقى فيه حاجة جدول كده يمشوا عليه إن شاء الله. فإحنا أي حد أو أي سيارات توفر لها ورقها احنا بنفرج عنها فورا. يعني طيب أنا هنا في معلومة تانية مهتمة أن يعرفها من حضرتك. العربيات المحتجزة، هل هي محتجزة لمخالفتها الشروط ولا هي محتجزة لعدم فتح مستندات اعتمادية؟ إيه سبب لا هو الاحتجاز؟ استكمال، لا مفيش مخالفة شروط ولا حاجة، هو بس استكمال أوراق يعني، لا مفيش مخالفة شروط ولا حاجة. طب هل ده ممكن من وجهة نظر حضرتك يعمل شوية انفراجة في السوق شوية، يعني العربيات دي للأفراد ولا للشركات ولا أستاذ المعارض؟ حسام، لا العربيات دي للتوكيلات، فده يعمل انفراجة في السوق شوية فعلا، لأن الشخصي ما فيش عليه قيود، يعني ما فيش عليه، بالظبط. ما بيفتحش اعتماد، إنما الكلام عليه دلوقتي الوكلة. مفهوم. فده هتروح للوكر، فده بيتهيألي شويه يبدأ يعني إن يعمل. شاء الله. هم الوكلة طبعا عاوزين يوفوا بوعودهم أكيد يعني. طب الوارد الجديد، هل في إجراءات بتسهيل الحركة والدخول بسرعة في السوق؟ لأن حضرتك عارف في نقص أصلا في العربيات. يعني إيه هم التعليمات طبعا الجديدة يعني هو لديكم؟ في هيقعدوا مع زمايلنا كتوكيلات في التجارة والصناعة، بحيث يقول لهم أنا متعاقد على كام سيارة، الجدول بتاعه مع المصنع اللي هو هيورد له إيه، بحيث يبقى في توافق أو اتفاق على الآلية تبقى إزاي والعدد يبقى إيه. فلسه يعني، بس دلوقتي في تعليمات إن يتم السماح لكل توكيل بعدد معين حسب المتاح، على ما يقدم هو متعاقد على كام ألف، على كام عربية، الجدول بتاعه إزاي، بحيث يتوضع أوليات معينة للإفراج إن شاء الله بعد. ممتاز. عايز ارجع مع حضرتك تاني لفكره الارقام لانها بتوضح لنا الصوره كتير. احنا اتكلمنا عن ان العدد المحتجز حاليا وهو قابل للتغير هو من 5,200 ل 5,500 تقريبا. تقريبا المتوقع الافراج عنه قد ايه بالتنسيقات الاخيره اللي حاصله؟ لا يعني ما اقدرش اقول يعني، بس اللي انا قلت اللي جيلنا ورقه كامل هنفرق. مفيش يعني مفيش رقم تقريبي للحاجات اللي لا ما بدأ كانش اتحدد يكون في قدامنا، اوراق؟ يعني هو ما كانش اتحدد قدامنا رقم تقريبي كام بالظبط، ولكن كان من خلال قعادهم مع زمايلنا في التجاره والصناعه او الاليات اللي اتحط هيقولوا لنا كام. بس كان في اتفاق ان لازم قبل العيد يطلع اي حاجه، يعني كان كلهم مصممين كوكر لازم نطلع قبل العيد اي عربيات. في اتفاق على الإفراج عن العربيات قدر المستطاع أو اللي ورقه يكمل. انما ايا طيب كان العدد، احنا كجمارك مش مقيدين بعدد، اي عدد استكمل اوراقه هنفرج عنه فورا يعني. ممتاز. شكرا جزيلا لحضرتك الأستاذ الشحات الغتواري، رئيس مصلحة الجمارك. ده تصريح مهم. احنا بنتكلم عن توجيهات بالإفراج، عن توجيهات حكومية بالإفراج عن السيارات المحتجزة، وبنتكلم عن عدد يفوق 5,000 محتجز حاليا.